طيب بالتأكيد حابب كمان أسألك عن مسيرة محمد صلاح اللاعب الدولي المصري في ملاعب كرة القدم العالمية. حب أسمع كلامك عن محمد صلاح. بالشكل الشخصي لم أعرفه، وطبعا أنا فان وأتابعه طبعا، وأتابع مبارياته مع ليفربول. بكل تأكيد لا يوجد لاعب من وجهة نظري يستطيع الظهور بمثل هذه المستويات التي يقدمها محمد صلاح مع ليفربول. أراه من ناحية الدريبلينج والمراوغات لاعب يمتلك مميزات خاصة، وأعتقد هو واحد من أهم اللاعبين في الجيل الحالي، واعتقد انه يساهم بشكل كبير جدا مع ليفربول في الفوز بالبطولات، وقد يكون عامل مساعد ايضا في الفوز بالدوري الانجليزي ان تحقق لهذا العام. مو صلاح واحد من اللاعبين الاساطير، لاعب فعلا استثنائي من وجهه نظري، وانا على المستوى الشخصي اعشقه واتابعه. المدير الفني الحالي لليفربول السابق لدورتموند يورجن كلوب اتخذ قراره بالرحيل عن ليفربول في نهايه هذا الموسم، رايك في هذا القرار؟ أنا حزين جدا عندما سمعت هذا الخبر وهذا القرار. أنا لابد علينا أن نحترم ونقدر قرار. هو مدرب طبعا ناجح، مدرب كبير، فعندما يقرر مثل هذا الأمر فلابد علينا أن ننصت ونحترم ذلك. وأعتقد هو وصل لأعلى نقطة من الطموح مع ليفربول، وكما هو ذكر أعتقد أنه لا يستطيع أن يقدم أكثر من ذلك. وصل لأعلى يعني معدلات الشغف والطموح معهم، ولكن هذا القرار أعتقد أنه كان مفاجئ لبعض الناس، ولابد علينا أن نحترمه ونقدره.